طيب واحدة واحدة وبالراحة، ويمكن سبحان الله لسه ريهام قايلة الجملة اللي كنت بقولها امبارح. المسألة كلها متعلقة بأزمة عالمية بس كده خلاص. نشتغل علشان نقلل من حجم الصدمة اللي تسببت فيها الحرب ومن قبلها الكورونا، هنشتغل وهنعمل اللي علينا، وبالمناسبة بنعمل اللي علينا وزيادة. أنا بس عايزك تلاحظ نقطة مهمة جدا. مصر بتسدد المديونيات اللي عليها، وده عكس تماما ما تم الترويج ليه في أو خلال بضع شهور سابقة، وتم الترويج ليه للأسف الشديد، للأسف الشديد، لا 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 سيبك من الإخوان، للأسف الشديد من بعض الناس جوه عندنا، وأنا أحسبهم إن هم ناس بتحب البلد وكويسة وميت فل و14، بس هم تشاءموا أكتر مما ينبغي وأكتر من اللازم، وسودوا الصورة علينا قوي، وعلى ما يبدو تصوراتهم لم تكن تقترب من أي شكل من أشكال الدقة بحال من الأحوال. أهو مصر بتسدد اللي عليها في مواعيدها، وعشان كده بتلاقي إنه المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني ما عندهاش مشكلة خالص مع مصر، تصفها دائما بالإجماع بأنها إما مستقرة أو في إطار صاعد. مفيش حد قال هبط دي خالص، ده أنا بكلمك على التصنيف الائتماني. تصنيف ائتماني يا عزيزي يعني قدرتك على سداد الأعباء اللي عليك، دين بكله على بعضه، دين يعني أصله بفوايده، عشان برضو ما تنجرفش ورا أصل إحنا بنسدد الأصل وبنسيب الفوايد، ده كلام هنتريش على رأي عمرو أديب، أي كلام، مفيش حاجة اسمها كده. ده واحد. يبقى مصر في ظل أزمة مستمرة من نهايات 2019، أزمة في العالم، 20 كلها، 21 كلها، 22 كلها، وأزمات اقتصادية متراكمة، يعني ما بين الكورونا لما بعد الكورونا ذهابا إلى الحرب الأوكرانية الروسية، 3 سنين تراكم أزمات اقتصادية. وبالرغم من ذلك، 1 سدد اللي عليك، 2 مستمر في معركة بناء كبيرة جدا 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 لمصر. مصر مش بتبني بيوت وبس، مصر مش بتبني كباري وطرق وبس، مصر بتبني نفسها من أول وجديد، بتبني اقتصادها من أول وجديد، بتعمل مدن حرفيا كانت تراب وتحولت الآن إلى مدن العالم بيتكلم عن اللي احنا عملناه، وده اللي يغيظ. العالم مقدر اللي احنا عملناه، شايف ان اللي احنا عملناه ده كبير جدا جدا جدا. انا شفت مرة تقرير والله من اسبوعين ولا حاجة، قالوا كده، قالوا لم يبقى للمصريين الا ان يبنوا مدنا في الفضاء. وقلت لكم وقتها عشان افكرك، هيجي يوم وهنروح نصور في ابو قير وفرجك اللي بيحصل في ابو قير عامل ازاي. ده خيال ولا كنت تتصوره. وبالمناسبة اللي في ابو قير ده مش معمول في المنطقة بالكامل، من أغنى دولة في المنطقة مش معمول، احنا عاملين الأكبر والأحدث والأقوى والأكثر استدامة واللي بيحافظ على البيئة، يعني اشتراطات ما أقولكش. طيب بتسدد في ديون وبتبني بلد من أولها كانت مفروطة العقد للأسف الشديد، دي حاجة. 2 ده انت كمان في ظل كل ده والاحتياطي بتاعك اتهز شوية وبيعيد بناء نفسه وعمال بيصعد. هتقولي بيصعد في حالة حبو، بيصعد هو مين في الدنيا كده بجد؟ يعني مسألة انعدام الثقة والعمل على افقاد المصريين ثقتهم في أنفسهم، مش هقولك ثقتهم في الرئيس ولا ثقتهم في الحكومة، في نفسهم، دي موجودة طول الوقت، عشرات السنين. كان قبل كده أصلا عندك أنظمة أو نظام بيحكمك، معقدك من نفسك وبيفهمك أنك أنت لا تصلح أنك تعمل شيء، وبيقولك خلاص أنت ما تعرفش وما تنفعش تصنع. مش ده كان بيتقال؟ نستورد أحسن. المهم إلى نظام تاني خالص يجي يقولك هو أنت تقدر مش بس تصنع، لا ده أنت تصنع وتوطن التصنيع وتوطن التكنولوجيا وتستثمر في البحث العلمي وتجيب ولادك اللي بره تستعين بخبراتهم هنا إلى آخره. أنا عايز إيه تاني؟ أسدد ديون وأتعرض لهزات فأبدأ أتعافى وأبدأ يتحرك الاحتياطي النقدي بتاعي للأمام إيجابيا، وأسد واسمه إيه ده؟ وما عنديش أزمة سلعية، عندي أزمة ارتفاعات أسعار،
لكن ما عنديش ازمه سلعيه. المانيا عندهم الازمه السلعيه وارتفاعات الاسعار، ايطاليا شرحوا، انجلترا شرحوا، فرنسا شرحوا، السويد والدنمارك شرحوا. انت عندك ازمه ارتفاعات اسعار، بس الف حمد وشكر ان انت ما عندكش ازمه سلعيه. انت ما عندكش حاجه ناقصه، كله موجود، غالي يا يوسف بس موجود. طيب وبعدين تلاقي ان الامور قاعده عماله بتحلحل، كل الغرض من اللي انا بقوله لك، ايوه يا فندم حضرتك تقدر، ده انت تقدر قوي. امال انت فاكر كل اللي بيجرى ده ازاي؟ اللي بيجرى ده علشان احنا كلنا بنشتغل، ال 105 مليون مصري بيشتغلوا، بس احنا نقدر نشتغل اكتر. قدرتنا الذهنيه، قدرتنا العقليه، قدرتنا البدنيه، حجمنا الانتاجي يقول ان احنا نقدر نعمل اكتر من كده 10 15 مره كمان. انت متصور لو احنا كلنا القوه العامله المصريه كلها، يقول لك كده الليبر فورس كلها بتشتغل بانتاجيه متوسطها زي المتوسط العام في العالم، من 5 لـ 6 ساعات يوميا انتاجيه، ده المتوسط العام، مش احسن حاجه يعني، المتوسط في النص كده. انت عارف حجم اقتصادك يتضاعف كم مره؟ اصل لو قلت لكم حجم الانتاجيه عندنا هنا هنزعل، مفيش داعي. بس لو اشتغلنا 5 ساعات صافي في اليوم، حجم اقتصادك يتضاعف فوق 20 مرة. لك ان تتصور ساعتها حجم دخلك يبقى عامل ازاي، الخدمات اللي بتقدم لك تبقى عاملة ازاي، شكل مصر يبقى عامل ازاي. واظن ان كل واحد فينا في قرارة نفسه يعتقد، بل يظن، بل عنده يقين ان هو وبلده يستحقوا ده. وبعد شوية بالمناسبة هنتكلم على اللي حصل في سوهاج. خليني النهاردة أقول لك أنه فخامة الرئيس عمل اجتماع مهم جدا لمتابعة الاستراتيجية القومية لتعمير سيناء، مهم جدا جدا جدا. الرئيس ادى توجيهات، قال احنا عاوزين نشتغل على خلق آليات واضحة لتنفيذ استراتيجية تنمية سيناء، بحيث أنه يتعمل مسار للتنمية واضح متطور متكامل الأركان، يشمل المدن السيناوية والقرى السيناوية، يتسق مع، هو في حد ينكر أنه سيناء لها خصوصية ومكانة فريدة لمصر وفي قلوب المصريين؟ مش حد يختلف، كلنا نتفق على ذلك. طيب وفي نفس الوقت طبقا توجيهات الرئيس أنه مع هذا الاتساق مع الأهمية والخصوصية يحصل تناغم مع جهود الدولة التنموية المماثلة في بقية الربوع المصرية، وعليه تتكاتف كل الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة المعنية. الرئيس بيوجه بدعم المجتمع السيناوي وزيادة مساحة التطوير الحضري اللي فيه، لأنه كان قبل كده مفيش تخطيط حقيقي، زمان ما كانش في تخطيط، سيناء كانت منسية منسيتين، الصعيد كان منسي، حاجات كده. فدلوقتي ما بقاش في حاجة منسية، دلوقتي ما بقاش في حاجة ما بيتخطط لهاش، وإنه يتعمل دعم لهذه الجهود، يعني لهذا التخطيط ولهذا التصور ولهذه الاستراتيجية، يتعمل لها بقى إيه؟ دعم بدراسات اجتماعية المجتمع في سيناء، الكتل البشرية والإنسانية اللي في سيناء، بس تبقى دراسات شديدة العمق علشان نقدر نخدم أهالينا هناك بالمظبوط. يبقى ده القاعدة اللي منها ننطلق أو تنطلق الدولة جوه سيناء، مصر، جمهورية مصر العربية. في نفس ذات الاجتماع فخامة الرئيس اطلع على كمان الرؤية الاستثمارية المقترح تنفيذها لصالح التجمعات التنموية في شمال سيناء بالتحديد، بما فيها بقى تطوير المدن والطرق والمحاور وإنشاء المرافق السياحية والترفيه. سيناء دي والله العظيم أنا فاكر مرة من كام سنة، يجي من 11 ولا 12 سنة، قريت كان تقرير عاملاه الأمم المتحدة على مدن العالم الأقل تلوثا والأكثر نقاء وجودة في الهواء، طلعت العريش رقم 2 على مستوى العالم. 12 سنة؟ لا أكتر، الكلام ده يجي من 14 15 سنة. حاجة حصلت؟ أبداً ابدا. الكلام ده كان 2008 ولا 2009، حاجه حصلت؟ ابدا. النهارده بتحصل، واوعى حد يطلع يكتب لك على الفيسبوك ايه حصلت، ده احنا كان عندنا اوتيلين في العريش. يا راجل بجد والنبي،
طب انا بروح العريش من عندي 13 سنه، فبلاش انا اتكلم. المهم احنا عندنا نسق في مصر متعلق بالمشاريع القوميه، الريس عاوز يطور سيناء زي كل المشروعات القوميه اللي موجوده في مصر، جزء لا يتجزا من جمهوريه مصر العربيه، وبالتالي التنميه والتطوير اللي هيحصل، النهضه الحضريه مش الحضاريه، الحضاريه، المجتمع الحضري اللي يحصل في سيناء انا عايزه يبقى زي اللي موجود في بقيه الاماكن اللي موجوده في مصر. ده كلام الريس مش كلامي بالتاكيد يعني. طيب وفي نفس الوقت ايه باكد لك؟ الرئيس بيقول لك يا جماعه ركزوا على حاجه مهمه جدا، خصوصيه سيناء، فلازم وانت بتشتغل تعمل دراسات اجتماعيه وانسانيه معمقه عشان الحاجه لازم تطلع 10 على 10. الرئيس عبد الفتاح السيسي عمليا الحاكم الوحيد في تاريخ مصر الحديثه اللي ما راحش قص شريط الافتتاح واتحطت اللوحه بتاعه تم بناؤه او افتتاحه في عهد فلان. الريس بيروح يفتتح والحاجة شغالة، لكن جو بقى وضعنا حجر الأساس وقص شريط الافتتاح الوحيد من 1805 لحد النهاردة اللي بيروح للمشروع وهو قائم ومنتج وسليم. فاصل ونكمل الكلام. الطريق إلى سوهاج، الطريق إلى الصعيد بشكل عام. بص الصعيد فيه أنا من إيه هي؟ ثلاث أيام تقريبا كنت بقول لك على الإمكانات المصرية. والصعيد الحقيقة فيه كم إمكانيات مخيفة، سواء إذا كان على مستوى الموارد الطبيعية اللي موجودة في الصعيد أو على الإمكانات البشرية. ولازم تبقى فاهم إنه جزء من أزمات مصر الكبرى كانت هي ان ما كانش بيحصل اي تنميه في الصعيد، يعني هضرب لك مثل بسيط كده. حضرتك كان في حاجه اسمها الهجره الداخليه، ودي اللي ادت الى ظهور ما نطلق عليه عشوائيات. الهجره الداخليه دي كان اغلبها بيجي من عند اهالينا في الصعيد، لان ما كانش ليهم فرصه عمل في محافظاتهم ولا مدنهم ولا قراهم ولا نجوعهم ولا كفرهم ولا عزابهم الى اخره، فبيضطر يتحرك الى مدن يقدر يجد فيها فرصه عمل، طبعا من ابرزها القاهره والاسكندريه. فتحصل هجره داخليه. وفي نفس الوقت تحصل هجره غير شرعيه، لانه اولادنا عاوزين ياكلوا لقمه عيش، فيعمل ايه؟ فيفضل يفكر يمين وشمال، ينزل له شطان على دماغه ويقول له بص انت تبيع قراطين الارض والذهب بتاع الوالده ولا بتاع زوجتك علشان انا هطلعك تشتغل في مش عارف ايطاليا ولا ايه. ويعلم يوصل او ما يوصلش. ولما يوصل طبعا بيعاني الامرين. وهو كل اللي في دماغه عاوز لقمه عيش، عاوز يشتغل ويفتح بيت. عاوز يتجوز، عاوز يصرف على البنت ويجوز الواد يعني. كل ده لأنه مفيش تنمية في الصعيد، فأنت تقعد تفكر ليه الدولة عملت كده؟ يعني أنت عارف لو إنه دولة بتتحرك ضد نفسها عمدا ما توصلش للدرجة دي. سيبنا من ده. خليني في الجديد، الجديد اللي بنشتغل عليه بقالنا 8 سنين.
انه مفيش حته في مصر، وبالمناسبه ده كلام رئيس الجمهوريه، مفيش حته في مصر مش هنروح لها، ده كلام الرئيس لو تفتكر تقريبا من حوالي 7 سنين 6 سنين ونص، مفيش حته في مصر مش هنروح لها، ووعد وصدق. مفيش حته في مصر ما فيهاش شغل دلوقتي، مش بقول لك ما فيهاش شغل يعني ما فيهاش فرص عمل، ما فيهاش شغل يعني بتمتد اليها يد الدوله بالبناء وبالتعمير ومحاوله ايجاد فرص العمل وبالتنميه الى اخره. الشعار الكبير مش زي ما كان بيضحك علينا زمان نحن نحقق معدلات نمو، كان نمو بلا اي تنميه علشان كانت الفلوس بتتحط في جيوب بعضهم. لكن اللي بيجرى في مصر تنميه، حق المواطن انه يعيش صح، يتعلم صح، يتعالج صح، يشتغل بالمظبوط. فتشوف سوهاج اللي على ميعاد تاريخي، افتتاحات كبرى، هتشوف قرية ام دومة، قرية تتحول الى او تتحول من حال الى حال اخر 180 درجة. ام دومة قرية من القرى اتحطت من ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، فتم إنشاء وإنجاز في قرية واحدة 18 مشروع خدمي. سوهاج خدت 49 مشروع بالمناسبة. تعال أكلمك على مدينة سوهاج الجديدة واللي فيها مستشفى جامعي تكلفته 1,100,000,000. اقعد فكر معايا، هو ده ما كانش بيجرى قبل كده ليه؟ في مواطن تاني اكثر حكمه هيقول لي مش مهم ما كانش بيجرى قبل كده ليه، المهم ان احنا بدأنا. دي المستشفى، انا راضي ذمتك، راضي ذمتك. المستشفى دي زيها زي المستشفيات الفاخره اللي مش في التجمع واللي في الشيخ زايد واللي في ست، ولا لا بالامانه اللي انت شايفه قدامك اهو، واسال اهالينا في الصعيد او اسال يعني صديقنا الرائع وأستاذنا الفاضل سيادة النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. أهلا 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 وسهلا يا أستاذ يوسف. إزاي حضرتك؟ وابن سوهاج كمان في التعريف طبعا، يعني ابن محافظة سوهاج مركز طحطة. مركز طحطة من عند رفاعة رفع الطحطاوي. طبعا بلد الشيخ رفاعة رفع الطحطاوي. طبعا أولا أستاذ مصطفى أو سيادة النائب، عاوزين نقول لكم ألف مبروك على سوهاج. الله يبارك يا استاذ يوسف، يعني سوهاج كلها بتتاهب ويعني مترقبه لخلال ساعات لزياره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظه سوهاج. زي ما حضرتك اتكلمت، ده زياره تاريخيه وحدث تاريخي وبيرتبط بالخير لمحافظه سوهاج. يعني حلو الكلام ده، يعني شايفين خير كتير، شايفين مشروعات، شايفين انها زياره خير ان شاء الله هتكون خلال ساعات في محافظه سوهاج. كلمني عن الخير اللي في سوهاج واللي احنا مترقبين افتتاحاته بكره والاعلان عنه بكره مع زياره فخامه الرئيس ان شاء الله. ايه اللي حصل في سوهاج؟ كانت فين وراحت لفين؟ انا هقول لحضرتك جمله يا استاذ يوسف، يعني مبادره حياه كريمه اللي احنا بنتكلم عنها، مبادره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، دي المشروع القومي الأعظم لتنمية الريف المصري. ده اللي هيغير وجه القرى المصرية وهيغير وجه الريف المصري كله يعني في العصر الحديث. المبادرة زي ما احنا عارفين بتستهدف 4,700 قرية ونجع تابع 55,000,000 مواطن. لما نتكلم عن المرحلة الأولى منها كان 52 مركز. هنا أنا ليا وقفة يا أستاذ يوسف. طبعا المرحلة الأولى بدأت بالقرى الأكثر احتياجا أكثر من 70%، أكثر من 70%، لأن ده مؤشر. لما يكون ال 52 مركز اللي تم اختيارهم في المرحلة الأولى، منهم في محافظات الصعيد 34 مركز، منهم في محافظة سوهاج 7 مراكز من أصل 11 مركز، يعني 7 مراكز من محافظة سوهاج دخلوا في المرحلة الأولى، ده يدينا مؤشر إن محافظة سوهاج كانت فين، إن محافظات الصعيد كان فين، واتنقل لفين. صح. يعني لما يكون مراكز محافظة سوهاج بتمثل حوالي أكتر من 20% من المراكز المرحلة الأولى في الصعيد، ده يدينا مؤشر كبير. لما تكون محافظات الصعيد بتمثل أكتر من
60% او 65% من محافظات المراكز المرحله الاولى، ده يدينا مؤشر الصعيد كان فين. هنيجي نتكلم عن مراكز محافظه سوهاج. المرحله الاولى الحياه كريمه تضمنت 7 مراكز لمحافظه سوهاج، هتخدم 4 مليون مواطن في 181 قريه ونجع تابع. كم مشروع بيتنفذ في المرحله الاولى يا استاذ يوسف؟ 3421 مشروع بتكلفه حوالي 60 مليار. يعني بدات طبعا يعني بدات بتكلفه كانت حوالي حاجه و30 مليار، ثم ارتفعت الى حاجه و40 مليار، ثم وصلت تقريبا حاليا لحوالي 60 مليار. يعني اذا اردت ان نتحدث بتفصيلات اكتر عن نوعية المشروعات، يعني احنا جاهزين بالارقام طبعا زي ما حضرتك. لا قدها وقدود يا سيادة النائب، يعني اولا بحكم تركيبتك وشخصيتك وكمان بحكم وكالتك لا او باعتبارك وكيل لجنة الخطة والموازنة، فعندك الارقام بالمليم زي ما بيتقال. يعني المشروعات زي ما احنا تحدثنا عشان هي بس كتيرة، 3241 3421 مشروع في حوالي 25 إطار أو محور، صرف صحي، مياه شرب، شباب ورياضة، مجمعات زراعية، مجمعات خدمية إلى آخره. مشروعات الصحة كمان مهمة جدا، عندنا 222 مشروع للصحة بتكلفة 6 مليار في المرحلة الأولى مبادرة حياة كريمة في محافظة سوهاج. عندنا 764 مشروع صرف صحي بحوالي 15 مليار، وده طبعا الصرف الصحي كان من أهم المطالب لأهلنا في يعني القرى والريف في محافظات الصعيد. عندنا حوالي 380 مشروع مياه شرب بمليار و8 من عشرة، عندنا 30 مجمع زراعي و30 مجمع حكومي، العديد من المشروعات الهامة التي كان يتطلع عليها أهل الصعيد. حضرتك كنت بتتكلم عن الهجرة الداخلية، طبعا يعني ما كانش في فرص عمل، ما كانش في جودة في الحياة أصلا صح. في الريف. فطبعا مشروع يعني مبادرة حياة كريمة يعني هي التحقيق الفعلي للعدالة الاجتماعية ولحقوق الإنسان، لأن هي اللي يعني بتقلل الفوارق في جودة الحياة بين أهل الريف وأهل المدن ومحافظات الصعيد ومحافظات وجه بحري. طبعا يعني من أهم القرى اللي تنفذ فيها المشروع، واللي إن شاء الله ستشرف بافتتاحات غدا من السيد الرئيس وزيارة من السيد الرئيس، هي قرية أم دومة، يعني مجلس قروي أم دومة. وأنا بتشرف إن أنا أكون نائب دائرة طحطة وطمة وجهينا اللي مجلس قروي أم دومة، يعني بمثل المجلس في الدائرة. طب ده كلام حلو قوي. ده هياخدني على أم دومة يا أستاذ يوسف، عبارة عن 8 قرى و43 نجع تابع. 8 قرى و48 نجع تابع. 43 نجع تابع. اتنفذ فيها كم مشروع؟ أيوه. اتنفذ فيها 128 مشروع. 128 مشروع. أبو دومة وتوابعها. يعني إيه؟ بمليارات. فيها 18 مشروع مياه شرب، فيها 6 مشروعات صحة، فيها 16 مشروع كهرباء، فيها 4 مشروعات بريد، فيها مشروعات طرق، 8 طرق أسفلت و8 تطوير، في 5 مدارس، في عمارات سكنية، في 15 مشروع اتصالات، في 8 مشروعات غاز طبيعي، في مجمع حكومي وهيفتتح ده غدا في القرية الأم. دائما في المجلس القروي بيقام مجمع حكومي ومجمع زراعي في القرية الأم، بيضم كل يعني الوحدات الحكومية اللي كان بيحتاج إليها المواطن، بدل ما كان بيروح بأكتر من مكان، كله ده موجود حاليا في مكان واحد، سواء الخدمات الزراعية في المجمع الزراعي أو الخدمات الحكومية في المجمع الحكومي. في مشروعات مراكز شباب، 3 مشروعات في أسواق وفي مواقف وفي نقط إطفاء، وفي مشروعات تبطين ري، في مشروعات تضامن اجتماعي، إنشاء مركز تنمية أسرة وطفل، يعني العديد من يعني المشروعات. كل ده اتعمل يا سيادة النائب مشروع في مجلس قروي أم دومة ضمن مبادرة حياة كريمة. كل ده اتعمل؟ اتعمل بالفعل. نسب التنفيذ في بعض المشروعات وصلت لنسبة 100%، يعني نسب التنفيذ في العديد من المشروعات وصل لنسبة 100%، وعموما ما فيش مشروعات تقريبا أقل من 80%. طيب يعني ده معناه، صححني لو أنا غلطان،
وانا هستخدم مصطلح كده ايه يعني عادة لا يستخدم من قبل كده، اللي انا فاهمه من كلام حضرتك سيادة النائب مصطفى سالم انه سوهاج اتبدلت من حال لحال، اتشقلبت، صح ولا انا غلطان؟ استاذ يوسف انا بدأت لك جملة انهت المسألة، لما يكون المرحلة الاولى اللي هي القرى الاكثر من 70% نسب الاحتياج فيها، خدنا 7 مراكز من محافظة سوهاج من ال 34 مركز ده، من 34 مركز دول في الصعيد كله، 7 مراكز من اصل 11 مركز في محافظة سوهاج، ده يديك مؤشر سوهاج كانت فين. طيب سوهاج كانت فين في العقود اللي فاتت وبقت فين دلوقتي في عصر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ ده لما نتكلم عن مبادرة حياة كريمة. بس ده أستاذ مصطفى برضو يعني فيه خطورة على النواب، احنا كده هننزل للدوائر نقول له هنوعدهم بإيه طيب؟ يعني احنا هنبقى عاوزين نحط برامج عشان الناس تنتخبنا. ويعني اللي بيعمله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيخدمنا احنا كنواب، ومبادرة حياة كريمة وفرت مجهود كبير جدا على النواب وحققت اللي كانت النواب بتسعى ليه وما كانتش احيانا في العقود الماضيه وفي الفترات السابقه. يعني احنا كنا بنجري سنين عشان نوفر مشروع صرف صحي او مشروع ميه او مدرسه استاذ يوسف لاهلنا في القرى، فده وفر على النواب مجهود كبير واداهم فرصه اكبر ان هم يمارسوا الدور في الرقابه وفي التشريع، فالنواب فرحانين ومبسوطين بمبادره حياه كريمه وبالمشروعات دي لانها بتخدم اهلنا والمواطنين، وده المستهدف في النهايه. انا بقولها لك كنوع من الدعابه، انت عارفني يعني احنا اصدقاء بقالنا 15 سنه دلوقتي، فلانه دايما كانت الناس تيجي تقول لك ايه والله احنا هننتخب النائب اللي قدم لنا برنامج كويس وعايزينه يعمل لنا 1 2 3 4، فكان بيبقى ملقى على عاتق النائب في الجولات الانتخابيه بتاعته حمل كبير. بالطريقه دي على رايك الحمل خف، يتفرغ النواب للرقابة وللتشريع، صح؟ الدور الأساسي يا أستاذ يوسف، والنواب جزء من الدولة، يعني الدولة والنظام النواب جزء منها، بيسعى الجميع لتحقيق الخدمة للمواطن في النهاية. حضرتك اتكلمت عن موضوع تاني ومهم جدا وهو موضوع مستشفى سوهاج الجامعي الجديد، صح؟ يعني الوضع الصحي في سوهاج خلال الفترات السابقة كان يعني، ودايما حضرتك كنت بتسمع، كان في يعني ازمه وفي مشكله، خاصه ان احنا عندنا يعني 7 مستشفيات داخلين تطوير، 7 مستشفيات احلال وتجديد، فده كان مؤثر على الخدمه الصحيه في محافظه سوهاج. مستشفى سوهاج الجامعي المزمع افتتاحها ان شاء الله ضمن الافتتاحات غدا، يعني نموذج مشرف للمستشفيات والخدمه الصحيه في محافظات الصعيد. هي تكلفتها على فكرة 1,178,000,000، مش 1,100,000,000، 1,178,000,000. و78 قبل المليار ومية كمان. 1,178,000,000. ها. دي بتقام على مساحة 36,000 متر، عبارة عن 3 مباني، المباني على حوالي 7,000 متر بنسبة 20% من المساحة. فيها كم يا أستاذ يوسف؟ فيها 300 سرير. في 300 سرير في المستشفى الجامعي. يعني وفيها مجهزة على أحدث طراز من الأجهزة عشان تقدم الخدمة الطبية الملائمة لأهلنا في محافظة سوهاج وتحل مشكلة الأزمات الصحية اللي كانت موجودة في محافظة سوهاج يعني خلال الفترات السابقة. يعني مفخرة للجامعة ومفخرة للقطاع الصحي والقطاع الطبي، حاجة تفرح قلوبنا والله يا سيادة النائب ان احنا نشوف سوهاج كده ونشوف كل محافظات الصعيد كده، واللي جاي برضو هيفضل احسن من كده كمان لانه سوف ننافس انفسنا عام بعد عام. والله بجد انا بشكرك جدا يا سيادة النائب، نورتنا وشرفتنا كما جرت العادة، ونشوفك بقى ان شاء الله في جلسات يوم 15. كل الشكر سيادة النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. بالمناسبة سيادة النائب مصطفى قال أو بالأدق شرح وترجم وأفصح وأبان اللي كنت بقوله لك، رئيس الجمهورية ما بيروحش عشان يحط حجر الأساس ويقص شريط الافتتاح بتاع حاجة مش موجودة إن شاء الله بقى تتعمل بعد 10 و15 سنة. تعرف زمان مرة قال لك إيه يا جماعة؟ إحنا نعمل مشروع الصوامع، كان سنة 2001. ايه بقى مشروع الصوامع اللي احنا هنعمله 2001؟ قال لك هنعمل مشروع ضخم طاقة استيعابية 30,000 طن.
قعدوا كتير لحد 2010 عملوا منهم 14 من اصل 22. سيبك اللي بيحصل ان الريس بيروح والحاجه خلصانه، عشان كده انا سالت سياده النائب مصطفى سالم هي الحاجه خلصانه يا فندم؟ قال لي اقل حاجه 80% وفي مشروعات بالفعل منتهيه تماما زي المستشفى على سبيل المثال. بعد اذنك خليك معايا واقعد اتفرج على جانب من اللي حصل في سوهاج. مفيش أحلى من الحقائق والأرقام، مفيش حاجة أحلى من كده تقدر تحطها في عين العدو زي ما بيتقال، صح ولا لأ؟ يعني كل واحد قد يدلي بدلو، وهناك من يصول وهناك من يجول وهناك من يفتي وهناك من يسودها في وشنا. الواقع بيقول إيه؟ الرقم بيقول إيه؟ بيقول إن مصر سددت مدفوعات مرتبطة بمديونيتها الخارجية خلال ديسمبر بس كانت حوالي مليار دولار بتاع ديسمبر. طيب في نوفمبر سددت 1.5 مليار دولار، فيبقى إجمالي سداد الالتزامات الخارجية 2.5 مليار دولار في شهرين بين قوسين، والاحتياطي الاستراتيجي او الاحتياطي بتاع البنك المركزي من النقد الاجنبي زاد في نهايه ديسمبر لاكثر من 34 مليار دولار. هو كان في نوفمبر 33 332 مليون. الزياده قد ايه في شهر واحد؟ الحمد لله والشكر لله 671 مليون دولار. هيجي واحد يفتي يقول لك اصل دي فلوس بتاعه صندوق النقد اللي هو الصندوق بعد كام؟ دي فلوس الاقتصاد المصري، الإدارة الجيدة للنقد في مصر. طيب خلوني أفهم أكتر ونطلع من رجل من المتخصصين البارزين في هذه الشؤون، وهو الدكتور محمد شادي الباحث بالاقتصاد السياسي المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك يا استاذ يوسف؟ او حضرتك يا دكتور؟ ازاي الأحوال؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام والله يا فندم. سنة سعيدة عليك يا رب وعلى مصر كلها. ربنا يخلي حضرتك يا فندم والساده المشاهدين. يا رب يخليك يا رب. اشرح لنا يا دكتور اولا مساله سداد المديونيات اللي حاصله في نوفمبر وديسمبر 2.5 مليار، الزياده بتاعه الاحتياطي النقدي الاجنبي في البنك المركزي المصري اللي معدل الزياده او المبلغ اللي زاد تقريبا حوالي 600 وكام 600 وشويه مليون دولار عن نوفمبر اللي قبله على طول. ايه اللي بيحصل وده معناه ايه ويؤدي الى ايه؟ انا بس قبل ما افصل لحضرتك اللي حصل، انا مفكر حضرتك بس في ابريل اللي فات في 22 يعني ظهرت كده قائمه للدول الاكثر تعرضا للتعثر وعدم السداد. صح. كان خامس دوله على القائمه دي كانت مصر. عاوز اقول لحضرتك انه رغم ان القائمه دي انتشرت وبشده خلال الفتره من ابريل مثلا ليوليا مثلا، بعدها مصر اترفعت من القائمه تماما، خرجت بره اول 10 دول من هذه القائمه. والقائمه دي بيعملها بلومبرج ومع ذلك ما حظيتش باي تغطيه.
امتى بقى بدأنا نرجع نتكلم تاني عن ان مصر خرجت من المديونيه؟ لما الخبر بتاع حضرتك ده اللي هو انه احنا مصر دلوقتي خلال من اول الازمه في فبراير الى يومنا هذا ما تعثرتش عن سداد اسوح، مش ما تعثرتش، ما توقفتش. طب مش ما توقفتش، لا، ما عانتش في اي مره استحق عليها اي اقصاء. وبالتالي المقرضين العالميين او الناس اللي كان عندنا رفض بداوا يطمئنوا للغايه لادوار السداد واستحقاق. مصر في تاريخها كله من اول الخديوي اسماعيل، ورغم ان احنا احيانا كتير جدا وصلت مديونيات بارقام كبيره جدا، لم تتعثر في مره واحده في تاريخ قروضها. وبالتالي ده يقول لحضرتك انه اللي بيحصل اصلا رغم انه احنا في ازمتين والكلام ده كله مش جديد على مصر. مصر طول عمرها بتلتزم التزام شديد جدا بسداد الدول. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه انه احنا عندنا زي ما حضرتك عارف خمس مصادر اساسيه من النقد الاجنبي. الخمس مصادر هم اول حاجه الصادرات المصريه للخارج، ثاني حاجه تحويلات المصريين العاملين في الخارج، ثالث حاجه السياحه، رابع حاجه قناه السويس، خامس حاجه الاستثمار الاجنبي سواء المباشر او غير المباشر. الاربع الخمس مصادر اللي بقول لحضرتك عليهم جميعهم شهد ارتفاعات كبيره جدا في خلال 22 رغم الازمه اللي احنا موجودين فيها. هتلاقي حضرتك الصادرات المصريه ارتفعت ل 44 مليار دولار من 36 مليار السنه اللي قبلها. تحويلات المصريين للخارج 34 مليار دولار للسنه الثالثه على التوالي بيعدي 30 مليار دولار. قناه السويس 8 مليار دولار السنه دي. السياحه رجعنا نتعافى تاني والسنه دي متوقع ان احنا نوصل ل 10 مليار دولار. الاستثمار الاجنبي المباشر في نفس الوضع اللي احنا موجودين فيه ده 9 مليار دولار. امال احنا عندنا ازمه ليه؟ هل احنا اصلا في اي وقت من الاوقات ما كانش عندنا فلوس ندفع بيها مديونياتنا؟ لا، طول الوقت كان عندنا. امال ايه اللي كان حاصل مثلا في موضوع المواني؟ ان احنا مثلا رقمنا البضائع بره. الفكره يا فندم انه احنا كان عندنا ازمه حاصله في العالم، الازمه اللي حاصله في العالم دي احنا مش عارفين هتتحل امتى، الحل بالتالي بعيد عن ايدنا، احنا مش فاعلين فيه، احنا بنخاطب بالازمه زي العالم كله. وبالتالي الاداره المصريه فضلت ان هي تحتفظ لاطول فتره ممكنه باحتياطاتها النقديه وتخصص اجزاء كبيره منها لشراء الاغذيه والوقود. وبالتالي مصر احجمت في النصف الثاني من السنه الماضيه عن ان هي تدخل بعض السلع الكماليه او حتى بعض السلع الغذائيه، لان هي كانت الاداره المصريه كانت بتحاول تحتفظ باكبر قدر ممكن من الغذاء والطاقه للشعب المصري. عشان كده ما شفناش مثلا زي مثلا فرنسا والمانيا القرار قبل يطلع عندنا، ما شفناش ده خالص. ما شفناش كمان انه زي مثلا بعض الدول الاوروبيه انه في سلع غابت عن الرفوف. ما شفناش مثلا غياب تام لمثلا للغذاء. ما شفناش مثلا حد راح يشتري عيش ما لقاهوش. ليه؟ علشان الاداره المصريه اقتصدت ووجهت انفاقها للحاجات اللي الناس عاوزاها. وبالتالي حصل يعني ارتفاع لعدد كبير جدا من اسعار السلع الموجوده في السوق، لكن في نفس الوقت حافظنا على الازمه. ايه العلاقه اللي انا بقوله دوت بالنقطتين اللي بقول لحضرتك عليهم؟ اللي انا بقوله ده علاقته بيه علاقه الكل بالجزء. ايه اللي حاصل؟ احنا دلوقتي بيحصل عندنا دخول دولار وخروج للدولار. الفلوس اللي بتدخل كل ما الموارد بتاعتي دي زايده، ده معناه ان انا هيتراكم عندي فلوس اكتر، وده اللي رفع الاحتياطي النقدي. طب والفلوس اللي خارجه؟ احنا دلوقتي عندنا يعني ارقام خارجه في حاجتين. الحاجه الاولى هي سداد الديون اللي حضرتك قلت عليها، سواء الاقساط او الفوائد. والحاجه الثانيه والاهم خالص الارقام الضخمه بتاعه الافراجات الجمركيه اللي حصلت دلوقتي، اللي احنا بنتكلم وانا بكلم حضرتك دلوقتي زادت عن 7 مليار دولار في الشهر اللي فات. ومع ذلك الاحتياط النقدي ارتفع. ده ليه؟ لانه مصر قررت ان هي تفرج عن هذه البضائع من احتياطاتها النقديه لما مصر تاكدت من حاجتين. الحاجه الاولى حصلت على شهاده صندوق النقد الدولي بقدرتها على الدفع، دي اول حاجه. والحاجه الثانيه اخر التعهدات بوصول 14 مليار دولار، لسه ما جاش منهم حاجه على فكره، بتعهدات بوصول 14 مليار دولار هيدخل لاقتصاد مصر. ومن هنا مصر قررت ان هي بما ان احنا امننا احتياطيات جايه من الدولارات، بما ان احنا اخذنا شهاده بان احنا خلاص قادرين ان احنا ندفع، والعالم رجع تاني بعد الاشاعات والترويج اللي حصل ليها سواء من الدخل المصري او الهجمه اللي حصل علينا من الصحافه الاجنبيه،
خلاص نبدأ نحل الأزمة ونفكها. وزي ما حضرتك شايف سددنا ديوننا بالكامل خلال السنة اللي فاتت كلها، مع إن إحنا كنا من شهر 2 الناس بتقول إن إحنا هيحصل عندنا تعثر، الحمد لله مفيش مرة تأخرنا ولا حتى يوم واحد ولا حتى قربنا من التعثر. ثاني حاجة أزمة السلع الاستراتيجية والأساسية بتتحل. ثالث حاجة الاستيراد بيرتفع لأنه إحنا شايفين ارتفاعات على جميع مصادر النقل. طب ده كلام ممتاز جدا، ده يساوي إيه قدام العالم وانا بقول انا محتاج خلال الفترة الجاية ان انا ارفع معدلات الاستثمار الاجنبي المباشر او غير المباشر حتى في الاسواق او في الاستثمارات المصرية؟ هل اللي حاصل ده من ارتفاعات في الاحتياطيات بتاعت النقد الاجنبي والتزاماتي دون تأخير واحد يذكر في سداد المديونيات، ده يساوي ايه قدام الاستثمار الاجنبي؟ بيديلهم رسالة ايه؟ طيب بداية كده كريستينا جورجيفا اللي هي مدير صندوق النقد الدولي كان عندها لقاء اعلامي من 3 ايام، يعني حظت تغطيه واسعه جدا. سالت خلاله عن تاثير ارتفاع الدولار على الدول الناميه، سالت خلاله ان احنا عندنا يعني 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 شويه دول معرضه ل التعثر في سداد ديونها. طبعا قالت 6 دول مفيش منهم مصر. بدايه كده بقينا يعني احنا اولا يعني ما كانش عندنا مشكله، لكن كنا بنذكر في هذا الموقف. دلوقتي وانا بكلم حضرتك مديره الصندوق والبنك الدولي احنا ما عدناش بنذكر في هذا الموقف اطلاقا. دي اول مكسب كده ان انت ما عدتش محطوط مع الناس المعرضه للخطر. دي اول حاجه. ثاني حاجه العالم كله يا دكتور يوسف داخل السنه اللي جايه على ركود وانكماش، الاثنين مع بعض ممكن نشوف انكماش وممكن بس نتكلم على معدلات ركود. في الوقت اللي العالم عنده فيه ركود وانا عندي معدلات نمو ان شاء الله تحصل السنه الجايه، ده يشجع الاستثمار الاجنبي سواء مباشر او غير مباشر. ليه؟ لانه العالم لما مجرد يبدا يتباطأ معدلات النمو اللي حصل عنده وتبدا معدلات التضخم تنخفض خصوصا في خلال النصف الثاني، هيبدا المستثمرين اللي خرجوا من عندنا يفكروا ثاني مره ثانيه في العوده مره اخرى للاستفاده بمعدلات النمو اللي حاصله واسعار الفائده المرتفعه. وبالتالي الازمه اللي احنا موجودين فيها دلوقتي او الضغط اللي احنا موجودين فيه دلوقتي هنبدا نشعر بانتهائه يعني بشكل كلي في النصف الثاني من 2023. وده يعمل ايه؟ يخلي اولا المستثمر الاجنبي الموجود دلوقتي في مصر مطمئن ومش عاوز يهرب، لانه احنا بنتكلم على نص سنه، ما ده نص سنه. دي اول حاجه. ثاني حاجه المستثمر اللي بره واحنا في عز الازمه بعد ما العربيه زي ما بقولوا كده العربيه خبطتنا عملنا الحادثه فضلنا واقفين متماسكين التزاماتنا كلها سددناها، مفيش واحد من المستثمرين اللي كانوا عندنا مستثمرين في استثمارات الحفظ او البورتفوليو انفستمنت ده جه يخرج. البنك المركزي قال له لا انا والله مش معايا فلوس استنى شويه. وبالتالي الدنيا انتظمت، المستثمر الموجود ضامن فلوسه، المستثمر اللي جاي هيضمن فلوسه، وهنبدا نشوف تحول بشكل تام في الوضع اللي حاصل من الضغوط على النقد الاجنبي، لانه احنا خرج من عندنا حوالي 22 مليار دولار في خلال يعني 4 5 شهور، هنبدا نشوف رجوعهم تاني زي ما حصل مع كورونا لما خرج من عندنا 18 مليار دولار مع بدايه الازمه، وفي خلال 4 شهور رجعوا تدفقوا من جديد. بمجرد لما نبدا نشوف معدلات الركود في اوروبا، معدلات التراجع او التباطؤ في الولايات المتحده الامريكيه، هتبدا حضرتك وهكلم حضرتك مره ثانيه هقول لحضرتك انه احنا بدانا نرجع تاني نشوف معدلات تدفق في الاستثمارات الاجنبيه راجعه. طيب اخيرا معلش انا بتقل عليك بس عندي سؤال خالص. كمان ويمكن السؤال ده مبني على جمله كان قالها فخامه الرئيس في المؤتمر الاقتصادي. بعض الدول اصبحت عندها شكوك، ويمكن حتى بعضها دول شقيقه يعني، شكوك في الاقتصاد المصري انه يا ترى هيقدر يقوم، يا ترى مش هيقدر يقوم، يا ترى هو اقتصاد هيفضل مستمر معتمد على المساعدات وما الى ذلك ولا لا. هل بالوضع اللي انا شايفه دلوقتي ده هي مسألة انه ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري وفي نفس الوقت الخطوات اللي خدها البنك المركزي وكافة المؤسسات القائمة على السياسة النقدية المصرية سواء اذا كان من توفر العملة الصعبة من جهة، زيادة المعدلات بتاعة الاحتياطي من النقد الاجنبي، القدرة الدائمة على السداد في المواعيد طبقا لجداولها بمنتهى الدقة، ده معناه انه ك
كده ممكن معدل الثقة يزيد ولا تزال بعض الدول تراهن على الاستثمار في اقتصاديات أخرى في المنطقة؟ يعني أيهما أجدى وأربح، المراهنة على مصر أم المراهنة على آخرين؟ طب أنا 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 هقول لحضرتك بحيادية شديدة برضه. أنا 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 هجاوب والله بخبر النهاردة. شوف حضرتك في ظل اللي بيحصل ده كله، في ظل الضغوط اللي حصل دي كلها، النهاردة الإدارة المصرية وفقا لمصادر عديدة يعني توقف عرض من 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 إيطاليا إن هي تربط خط كهرباء ما بين شبكة الكهرباء المصرية وشبكة الكهرباء الإيطالية بقدرة 3 جيجاوات. خد بال حضرتك ده الخط الثاني. أنا قصدي أقول إيه هنا؟ قصدي أقول إنه الأزمة دي زي ما جابت ضغوط علينا خلقت فرص ضخمة جدا للاقتصاد المصري. أولاً إحنا بقينا أكبر مصدر للأسمدة لأوروبا، وأنا بكلم حضرتك دلوقتي. ليه؟ لأن المصدر الأساسي اللي كان بيلعبني في السوق عنده مشاكل معاه، ده أول حاجة. ثاني حاجة بقينا شريك تجاري طويل الأمد للاتحاد الأوروبي لتصدير الغاز. ثالث حاجة بقينا شريك تجاري للاتحاد الاوروبي، عنده كابلين وانا بكلم حضرتك دلوقتي واحد منهم بيتنفذ ربط مصري مع قبرص واليونان، والثاني بقى الاداره الحكومه الايطاليه عرض على الحكومه المصريه الربط مع تحمل تكلفه دراسه الجدوى والدراسات الاوليه والمبدئيه وتوفير التمويل كمان بتاع الخط، والثالث ان شاء الله نشوف ربط قريب جدا مع اليونان مباشره. وبالتالي انا بقيت خرجت من الازمه قوي للغايه. بس كده لا، عندي كمان القطاع السياحي اللي كان عنده ضغوط ضخمه جدا بسبب ازمه كورونا وبسبب اللي بيحصل في روسيا واوكرانيا دلوقتي. هنخرج زي ما حضرتك شايف دلوقتي في ضغط كبير جدا للسياح بسبب اول حاجه انخفاض ثمن الجنيه قدام الدولار، دي اول حاجه. ثاني حاجه لانه الاسواق الاساسيه بتاعتنا اللي هم روسيا واوكرانيا بقى عندهم مشاكل في الدخول للقاره الاوروبيه، وبقى عندهم مشاكل في اللي هو يعني الاكل بتاعهم بقى صعب. وبالتالي انا خارج من، انا صحيح الازمه عامله عندي ضغوط جامده جدا، لكن انا خارج من الازمه كسبان بكل الاحوال. وبالتالي على المدى البعيد مصر اقتصاد جاذب جدا للاستثمار. وانا بقول لحضرتك واحنا اتكلمنا قبل كده، حضرتك قلت لحضرتك انه احنا عندنا حصاد مش مر من الازمه الروسيه الاوكرانيه، احنا عندنا حصاد حلو في المدى المتوسط والبعيد. فعلا بدا يتحقق، السياحه بدات تعود بمعدلاتها الاعلى من اللي كان بيحصل قبل كده، عند حضرتك تدفقات نقديه جامده جدا في قطاع التنقيب على النفط والغاز، ووزاره البترول هتبدا دلوقتي، انا بكلم حضرتك دلوقتي، عندها مناقصه او بد يعني على بعض القطع التنقيب في البحر المتوسط والدلتا، خطوط ربط سواء مع ايطاليا وان شاء الله نشوف مع اليونان، عروض لتشييم مناطق لوجستيه في قناه السويس على المحور بتاع المنطقه بتاع المنطقه الاقتصاديه. ده اللي بيحصل دوت مع كمان بقى التغيرات اللي بتحصل في سلسله الامداد العالميه، وان احنا عندنا اتفاقيه تجاره حره مع الاتحاد الاوروبي هتخلي في تدفقات نقد اجنبي كبيره جدا، مش بس في قطاعات النفط، لا في قطاعات النفط وقطاعات الصناعه وفي القطاعات اللوجستيه، وهيخلي ان شاء الله هنشوف مصر ان شاء الله يعني بتخرج من الازمه واقفه على قدميها طالبه طولها، وعندنا تدفقات تقدر تسمينا ان شاء الله في المستقبل من ازمات مختلفه باذن الله. انا بشكرك جدا 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 رابع مره دكتور محمد شادي، الباحث بالاقتصاد السياسي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه. اهو راجل متخصص في الاقتصاد السياسي هو اللي قال، مش انا اللي قلت عشان محدش يزعل. طيب تعالى بقى، وبالمناسبه اللي هقوله لك ده يهمني جدا على المستوى الانساني والاجتماعي والفكري والعقدي وكل حاجه، الا انه عشان برضه تبقى فاهم العالم ينظر الى هذه الامور نظره فيها زاويه اخرى برضه فيها اقتصاد. هو انت متصور انه بلد ما فيهاش مواطنه العالم يثق فيها؟ استحالة. إيمانا بأنه المواطنة الكاملة هي مش بس حجر زاوية، هي ركن أساسي، هي حجر الزاوية. أنتوا عارفين زمان كان في البناء بتاع الكنائس في أوروبا، كانت في المرحلة بتاعة القرن الحداشر والاتناشر بدأت تتبني الكنائس، مش فاكر كان الاستراكتشر ده بيسموه ايه يعني.
الحجر اللي في النص، حجر الزاوية ده مش زاوية في الجنب، الحجر اللي في النص ده بيبقى هو الحجر الرئيسي والضاغط، لو اتحرك من مكانه القوس ده كله ينهار، وبالتالي ده القوس اللي شايل البهو بتاع الكنائس والمباني الكبرى اللي كانت في أوروبا. فحجر الزاوية ده في بناء دولة فيها من العدل والعدالة حجر هو الأهم، بدونه تقع الدول. وبص حواليك في الدنيا مش بس في المنطقة، بدون مواطنة الدول تقع. لو إنه الدول ما فيهاش مواطنة كاملة فلا تفرق بين مواطن وآخر على خلفيات طائفية إذا كانت الدول بتفرق بخلفيات طائفية ومذهبية وعقدية وشرائعية باظت، خربت. الدول اللي فيها مواطنة حقيقية تكبر وتبزغ. المركز الإعلامي التابع لمركز الوزراء الحقيقة عمل تقرير أنا أراه من أجمل التقارير اللي ممكن تقراها وتستفيد منها وتوري لك إحنا كنا فين وبقينا فين. فاكرين من كام يوم قلت لكم إيه؟ إحنا كنا فين وبقينا فين؟ هو ده، وغالبا دي حلقة تانية منه أو جزء تاني منه، أنا أعتقد إن هو أكيد أجزاء، لأنه برضو أين كنا وكيف أصبحنا؟ تعال نشوف واحدة واحدة كده التغيير الإيجابي في الرؤية الدولية لملف المواطنة في مصر. تعال نبص على السكرين الحلوة بتاعتنا دي وإيه وحاول ألخصها لك بسرعة. اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية دي واحدة من أهم اللجان المعنية بهذا الملف في العالم، وهذه اللجنة خليني أقول لك من الآخر كده تقيم الدنيا ولا تقعدها إن أرادت. بص الناس دي كانت شايفة مصر فين؟ مصر على قائمة الدول المثيرة للقلق طيلة 6 أعوام، الكلام ده من 2011. قلق من ساعة ما الإخوان ظهروا ظهور مبالغ فيه لاحتلال المشهد المصري، العالم اتخض. أنا أتذكر صاحبي صفوت، زمايلي هنا عارفين صفوت كويس، زمايلي المديرين التصوير، صفوت أول ما شاف الإخوان دخلوا البرلمان وسيطروا عليه وشاف سحنة سعد الكتاتني، صفوت هاجر كندا وما رجعش للحظة دي. أنا بس بقول لك مثل بسيط يفهمك مصر كانت رايحة فين، وده الكلام بتاع اللجنة الأمريكية للحريات الدينية والدولية. بقينا فين؟ قال لك مصر بقالها 6 سنين، احنا بقى 22 يعني 6 سنين مصر مستمرة أنها بعيدة من قائمة الدول المثيرة للقلق. بص الـ UNDP الـ United Nations Development Program أو برنامج الأمم المتحدة للتنمية البشرية بيقول لك تدني مشاركة المرأة المصرية في سوق العمل. يجي نفس البرنامج بتاع الأمم المتحدة بتاع التنمية البشرية يقول لك تمكين المرأة المصرية هو حجر أساس في تحقيق التنمية الشاملة، ده اللي حصل في مصر، وبالتالي أدى لتحسن ترتيب مصر في مؤشرات الفجوة ما بين الجنسين. الحديث عن المرأة زمان كان واردة في علوة الجاكيت، زي الحديث عن البيئة كان واردة في علوة الجاكيت، زي الحديث عن المواطنة كان واردة في علوة الجاكيت، زي الحديث عن احنا كلنا في حتة واحدة فيبقى سايب لك الصعيد وسايب لك سيناء ولما يجيبهم في احتفالات وبتاع واردة في علوة الجاكيت. ما أكثر الورود التي علقت في جاكيتات المسؤولين زمان. تعالى نشوف برضو لجنة الأمريكية للحريات الدينية كانت بتقول إيه؟ لا استنى ماشي خلي دي زاوية موجودة مش دي مشكلة، بس هقولك كان بيقول لك إيه؟ قال لك يا جماعة الانتهاكات مستمرة وخطيرة للحريات الدينية في مصر، ده من بعد 2011 وتقريبا لحد 16-17. بعد كده هم نفسهم الجماعة دول الأمريكان هم قال لك مع تبني القيادة المصرية هدف نشر مبادئ التسامح الديني، واصلت الحكومة إدارة ملف بناء الكنائس وتقنين أوضاعها وانخفضت معدلات العنف ضد الأقليات الدينية. يا خبر أبيض. تعال نشوف واشنطن بوست، رويترز، جارديان، أسوشيت بريس. بالمناسبة رويترز وأسوشيت بريس كانوا دايما يعني إيه يشرحونا، واخد بالك؟ هاخد لك الاول واشنطن بوست
كانت بتقول لطالما رأى الأقباط المصريين، ده الكلام ده قبل 2014، ده كلامهم، لطالما رأى الأقباط المصريون الغياب الواضح لرؤساء مصر عن احتفالات أعياد الميلاد وتجنب الحضور للكاتدرائية لتقديم التهنئة. حضور السيد ده اللي احنا بقينا فيه، ولو تتذكروا سنة 2015 أول احتفاء، أول مرة رئيس مصري، رئيس جمهورية مصر العربية يروح الاحتفالية. طب مواطنة ايه اللي كنا فيها في 30 سنة؟ طيب ما حد يقول لنا. طيب سبعة يناير 2015 انا بقى شاهد على الحدث، الرئيس كان في دولة الكويت، رجع من الكويت، نزل المطار، من المطار كان في الكاتدرائية في العباسية يوم 6 يناير بالليل، ليلة العيد. ده اللي بتتكلم عليه واشنطن بوست. رويترز بتقول لك يشعر الكثير من الأقباط، ده قبل 2014، يشعر الكثير من الأقباط في مصر بالقلق حيال الأوضاع السياسية وسلطات الحكم في البلاد، بيتكلموا عن الإخوان، وإنه مصدر للتمييز ضد المسيحيين المصريين. رويترز نفسها بتقول افتتح السيد الرئيس مسجدا ضخما وأكبر كنيسة في الشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن هذا يعد رسالة واضحة للتسامح الديني في مصر. جارديان بتقول عانت المرأة المصرية من التهميش وعدم التمكين لفترة طويلة، هم اللي بيقولوا دلوقتي المرأة المصرية تشغل ما يقترب من ربع المناصب الوزارية وأكثر من 160 مقعد في البرلمان، وجلست أول قاضية مصرية على منصة القضاء الإداري. ده كلام الجارديان. تعال على أسوشيت بريس أي بي، قبل 2014 يشكو الأقباط المصريون منذ فترة طويلة من التمييز وعدم التمكين إلخ إلخ إلخ. هم اللي بيقولوا مصر خدت خطوات كبيرة لتمكين الأقباط من تولي المناصب العليا، وأول امرأة قبطية تشغل منصب محافظ سنة 18، دكتور منال في دمياط. ولا احنا نسينا اللي بعده؟ ايه ده؟ ده عمر سريع قوي ما شاء الله. طيب طبعا السرعة دي سببها روز انا عارف. طيب تعالى يا سيدي نشوف الخارجية الأمريكية بيقولوا ايه. بيقولوا قبل 2014 ان من اهم مشكلات حقوق الانسان اللي في مصر التهديد ضد المرأة المصرية، حالات التحرش، الاعتداء دون مقاضاة للمرتكبين الى اخره. هم الخارجية الامريكية اللي بيقولوا تحديدا على لسان القائم باعمال السفير الامريكي بالقاهرة نيكول شامبمين، بتقول الاتي، بتقول نتعاون مع مصر لبناء مستقبل يتسم بالاستقرار المستدام، برنامج مدن امنة يساهم في تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا ووضع اطر اصلاحات سياسية. تعال نشوف انتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي بيقول دلوقتي علينا إيه. نرحب ترحيبا حارا بإطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. ده هنا أنا بكلمك على المواطنة بكل صورها. تعالى نشوف اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية، إذا كنت بقولك التي تقيم الدنيا ولا تقعدها إن أرادت، بيعملوا كده بجد مش هزار. كانوا بيقولوا الممارسات الحكومية اللي موجودة في مصر بتحد من الحريات الدينية وتحد من احترام السلطات. هم دلوقتي اللي بيقولوا تحديدا على لسان جوني مور المفوض بتاع اللجنة للحريات الدينية الدولية، يستحق السيد الرئيس، رئيسنا احنا، بالغ التقدير لاهتمامه بمسألة الحريات الدينية. تعالى نشوف برضو برنامج الأمم المتحدة الإمائي، وأيضا السيدة رندا أبو حسن بتقول جددت مصر التزامها القوي منذ سنوات بترسيخ دور المرأة كشريك فعال. كانوا بيتكلموا علينا قبل 2014، بيقولوا يتعين تعديل دور الفتيات والشابات الحالي خاصة في المجال العام، يعني لو ادوا لهم حاجة. طيب اللي بعده عم عمرو، انا عايز اجري معاكم بسرعة والله يعني، بس تعال نروح على معهد الاقتصاد والسلام Institute for Economics and Peace. بيقولوا ايه بقى؟ قالك في 2014 مؤشر السلام بتاعنا كان 3 نقط، كلما زاد عدد النقط ده معناها ان احنا غلط بالمناسبة، لما نقل يعني المؤشر اللي هو بتاع السلام المجتمعي لما يقل نبقى احنا افضل، فاحنا بقينا 2.5 نقطة.
يو اس نيوز بيقولوا مركزان تقدمتهم مصر في مؤشر المواطنة، كنا 57 بقينا 55. البنك الدولي بيقول 25 نقطة تقدمتها مصر في مؤشر ريادة الأعمال، تحديدا بخصوص تقرير المرأة والقانون. منتدى الاقتصاد الدولي World Economic Forum بيقولك 56 مركز اتقدمتهم مصر في مؤشر التمكين السياسي، كنا 134 وبقينا 78. البنك الدولي بيتكلم على 7 نقط تقدمتهم مصر في الاستقرار السياسي وغياب العنف، كنا 7.6 نقطة وزدنا بقينا 14.6 نقطة. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بيتكلم على 22 مركز تقدم في مسألة مؤشر عدم المساواة، كنا زمان مركزنا 131 من ضمن الدول التي تعاني من عدم المساواة، صعدنا إلى مركز سنة 21 مش 22، خد بالك 21 صعدنا إلى المركز 109. أنا متأكد أنك هتلاقي المركز بتاعنا أفضل بكثير كمان السنة دي، السنة دي اللي هي 22، ولما يصدر قرار تقرير 23 إن كان لنا العمر. نسبة المقاعد اللي بتشغلها المرأة في مجلس النواب 2017 كان 14.9، قول 15%، دلوقتي احنا 27.5. تعال نشوف اللي بعده. بص على الدستور المصري، المادة 3 والمادة 4 والمادة 6 والمادة 9 والمادة 11 والمادة 53 والمادة 64، 7 مواد تتحدث عن المساواة في الحقوق والواجبات ما بين الرجل والمرأة، ما بين الشرائع المصرية المنصوص عليها في المادة 3، مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود، المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية، حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون. اللي بعده، الله، ده جايبين المادة 11 تاني اهي، تعمل الدولة اتخاذ التدابير اللازمة. طب بص المادة 74 وهي المساواة في الحقوق السياسية والاقتصادية، للمواطن الحق في تكوين الأحزاب السياسية باختيار ينظمه القانون، حق الاختيار، لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو بناء على التفرقة بين الجنس أو الأصل. شوف مثلا على سبيل المثال المادة 102 مثلا، المادة 102 دي تعدلت سنة 2019، يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضو، انتخابهم بالاقتراع العام السري المباشر، ويخصص على أن شرط في الدستور على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع من إجمالي عدد المقاعد، على الأقل 25% من عدد المقاعد بالدستور، ما فيهاش هزار. طيب تعال نغير زيمة، تعال نشوف تطبيقا للقانون رقم 80 لسنة 16 واللي هو متعلق ببناء وترميم الكنائس في إطار تفعيل المادة 235 من الدستور. أنا أتذكر أن أنا تناقشت في هذا القانون 80 سنة 16 مع نيافة الأنبا بولا وقتها، حلو، وكنا على الهوى حتى. تقنين وتوفيق أوضاع الكنائس، 24 قرار تم إصدارها، 2526 كنيسة وباء و 2526 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعهم، 47 كنيسة جديدة في المدن الجديدة، 38 جاري إنشائها، 75 تم إحلالها وتجديدها. حصاد ثمار الحقوق السياسية والمدنية، تعال نشوف على سبيل المثال غير القانون رقم 190 لسنة 2020 اللي بيتكلم على هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، زيادة تمثيل المسيحيين في مجلس النواب، النهارده عندنا 37 نائب مسيحي. طيب في مجلس الشيوخ 15 نائب في الشيوخ ايام الاخوان، 24 نائب واحنا بنتكلم في الشيوخ. طيب اول نائبه مسيحيه تحصل على منصب وكيل اللجنه الدينيه في تاريخ البرلمان المصري قاطبة، منذ انشائها ايام الخديوي اسماعيل لحد سنه 2015، أماني عزيز. أما فيبي جرجس فهي أول سيدة مسيحية تتولى منصب وكيل تاني للمجلس، وكيل تاني
عام 2020. غير طبعا حركة المحافظين، غير تشكيل الوزارة، إلخ إلخ إلخ. يعني أنا عشان عايز بجد والله بلخص لك علشان ما طولش أنا عليك، بس أنا بجد عايزك تخش على الموقع بتاع مجلس الوزراء وتخش على المركز الإعلامي وتقعد تقرأ ده بالراحة، لأنه ده مهم قوي. لأول مرة تعيين 137 قاضية في مجلس الدولة من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية. 2022 عندنا 165 نائب. زيادة تمثيل المرأة في التشكيل الوزاري، عندنا 6 وزيرات. زيادة تمثيل المرأة في السلك القضائي، عندك 3115 قاضية. القاضيات في المحاكم 137 قاضية، كانوا زمان 42. اللي بعده 10، آخر سلايد بقى، حصاد ثمار الحقوق الاقتصادية. انخفاض معدل البطالة لدى الإناث 5.4 نقطة. احنا كنا 24.5%، وصلنا البطالة قللناها بقى 19.1. ده على سبيل المثال. طيب، زيادة الموظفات والعاملات بالقطاع الحكومي من السيدات والفتيات المصريات الفضليات، كنا 37.5%، زودناهم خليناهم 44.5%. تعال بص على المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية، مشروعك نصيب المرأة كان 34%، وصل ل 68%. ما احنا فينا يا جماعة؟ بس هم يستاهلوا. طيب تعال نشوف جهاز تنمية المشروعات، كان نصيب المرأة 45% من إجمالي المشروعات، واللي كانت تقريبا حوالي 13.3 مليار. كويس؟ أو طيب بص بقى، 791.5 ألف مشروع إجمالي المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الموجهة للمرأة. صندوق التنمية المحلية 65% نسبة نصيب المرأة من إجمالي المشروعات، ب 17.5 ألف مستفيدة. دي مصر اللي اتغيرت من 2014 لحد النهاردة، مصر اللي اتغيرت علشان ما يبقاش فيها فرق ما بين الناس وبعضها، لا راجل ولا ست، لا مسيحي ولا مسلم ولا يهودي ولا حتى مين ملوش دين. أنا مالي؟ صحيح أنا بكلمك بجد، أنا مالي؟ هو أنا ليا عنده إيه غير أنه يبقى مواطن حقيقي صالح منتج محب لبلده ممتلئ مفعم بالوطنية المصرية؟ أنا عايز منه حاجة تانية؟ ملتزم بالقانون بالأخلاق وبيشتغل، أنا مالي؟ يعني أفرق ما بين راجل وست في الشغل ولا في الدراسة ولا في الشارع ولا في أي حاجة؟ الوقت جري بينا يا جماعة، يا خبر أبيض. طب تعالوا بسرعة أخدكم نروح لفاصل وبعد كده نرجع بقى، تعالوا نتأكد 100% إن إحنا ما بيتنصبش علينا برسائل الواتساب والإيميلات بتاعت الفيشنج، ويلا بينا تعالى هدي لك قرض النهاردة وتسدده بعد مش عارف إيه، وشركة تحت السلم بس ابعت لي الرسوم وتدفع الرسوم وهوب باي باي. فاصل ونكمل الكلام. طريق الجمهورية الجديدة اللي تتسع للجميع، تتسع لنا كلنا. بدون أي فرق أو تمييز، للجميع نعيش فيها بسلام وأمان مع بعض. الجمهورية الجديدة دي جمهورية الحلم والأمل. جمهورية العلم والعمل. أي تحدي، أي صعاب تهون لو إحنا كلنا دايما على قلب رجل واحد. هنبنيها مع بعض. لا طبعا ده نصب، لا
ما رضاش. اللي عايز يعمل حاجه زي كده يروح للاتهاج المسؤوله اللي هي فاهمه في الحاجات دي، لكن مش اي حد يجي يقول لي مثلا انا هسمع كلامه. ده بينصبوا كتير دلوقتي. اولا لازم اكون عارف الشخص، ثانيا لازم أن يكون في وسيط بيننا عشان لو حصل لي مشكله او حصل له مشكله اعرف اخد حقي او هو يعرف ياخد حقه، غير كده ما وافقش خالص. اوافق لسبب وارفض لسبب على حسب قرب الشخص ليا، ولو قريب منه واعرفه وليا فيه معرفه اكيد اوافق، بس عكس كده مفيش معرفه ولا اعرف ولا جاري ولا اي حاجه لا اكيد هرفض. فكره ان هو ان انا ادفع 1000 واخد 10 لا، دي فكره نصب، وما اثقش في اي حد يقول لي كده. الشخص ده لو انا ما اعرفوش اول تعامل بيني وبينه انا هرفض، لان انا ما اعرفوش تمام. حتى لو انا هديه ال 1000 جنيه احتاج ان في ضامن بيننا. ما ينفعش ان انا ادي اي حد ما اعرفوش في اي مكان عامه مبلغ عشان هو يديني قصاده حاجه وانا معيش اي ضمان عليه. في اوراق مثلا كاتبه ان انا هديله اللي هو زي كارد من البنك او حاجه، طب انت تعرفني مين؟ انا ممكن اكون نصاب تمام، او انت نصاب مثلا هديك مثلا 1000 او 2000 وفي الاخر تضحك عليا وتسيبني وتمشي. ايه اللي هيضمن لي ان انا لو اديته ال 2000 جنيه هيجيب لي 20؟ اما انا معيش اصلا ال 2000، وحتى لو معايا ايه اللي هيضمن لي؟ طب انا هبقى ازاي محتاج فلوس اصلا وهديك فلوس؟ المفروض لو انا محتاج حاجه اشتري حاجه هروح اشتري الحاجه دي بفلوسي، لو انا معيش فلوس بقى هروح اجيب كارد، فالكارد ده اكيد مش هدفع فلوس عشان اجيب فلوس. اهلا بحضراتكم. طب اغلب الناس اللي اتكلمت في التقرير اللي حضراتكم شفتوه بيتكلموا عمليا على مؤسسات تحت السلم تقرض المواطن، حلو، بس خلي بالك انه المساله فيها احيانا ما هو ابعد من ذلك. اولا في حاجات بتبقى بيسموها الفيشنج ايميلز، لك ايميل كده لطيف ظريف يقعد يوعدك انه هيحول لك 3 مليون دولار بس ابعت لي 300 دولار علشان بس اعمل اجراءات، دي طريقه. وفي لينكس بتجيلك على واتساب وكلام من ده برضو، دي طريقه. وفي تلاقي صفحات على فيسبوك يقول لك احصل على قرضك خلال 24 ساعه وبفايده لا تزيد عن 5%، فانت تستغرب ده ايه دول، مغارة علي بابا دول ولا دول ناس طيبين قوي للدرجه دي؟ طب وانا هتعامل معهم ازاي واعرف مين اذا كانوا نصابين ولا حقيقيين ولا ايه القصه؟ خلوني ارحب بضيفنا العزيز الدكتور محمد حمزه المحاضر المتخصص في جرائم امن المعلومات والامن السيبراني والتحولات الرقميه، ايضا هو مستشار لمكافحه جرائم الفضاء السيبراني باكاديميه AIS. اهلا بيك اولا. اهلا بيك يا فندم. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ الحمد لله. هبدا الاول بالقصه اللي ممكن يكون بيتعرض لها عدد كبير جدا من الناس عندنا هنا في مصر. تمام. صفحة على الفيسبوك تخش تبص تلاقيه يقول لك ايه قرضك بأسهل طريقة ممكنة خلال 24 ساعة تستلم، وسايب رقم تروح مكلمه، أنا كنت محتاج 100,000، يقول لك وماله 100,000 بس هترجعهم 120، تقول له في قد إيه؟ دول 5 سنين. يا جماعة ده كده الفايدة 4 ولا 5%. أيوه حاضر، أنا عايز أخد القرض، حط لي بقى إيه 700 جنيه في الوالت بتاعتي اللي على التليفون عشان أبدأ أعمل لك الإجراءات وبعت لي صورة البطاقة. خد ال 700 جنيه يفص ملح وداب. صحيح. إيه؟ هي فكرة إن هو قيمة المبلغ اللي هو بيطلبه متدني جدا، ولكن بالنسبة له هو العدد الكبير اللي بيخش على التليفون علشان يتصل بيه، سواء كان هو في حاجة إلى هذه الأموال أو هو بيستغل فكرة ضعف الهوى أو النفس في إن هو عايز يحصل على أكبر ربح في أسرع وقت ممكن، فبيستغل النقطة دي فيه ويلم أكبر عدد ممكن من المتعاملين على مواقع التواصل الاجتماعي، وال700 جنيه دي بتعمل معاه ب700 مليون ولا طبعا لأن أعداد كبيرة جدا. لكن المجرم ده أو اللي بيخش عشان يتكلم في النقطة دي تحديدا بيكون ذكي جدا، لأنه بيستهدف فئات معينة من خلال الأمور اللي هو بيفصح بيها عن نفسه على مواقع التواصل الاجتماعي، عمال على بطال هو بيحب ايه او بيكره ايه او محتاج ايه في الوقت دوت، فبيخش يستغل النقاط اللي هو بيفصح بيها عن نفسه ويخش له من ناحيتها. عايز عربيه يخش له في قصه عربيه، عايز شقه عشان يتجوز يخش له في قصه الشقه، عايز فلوس عشان يعمل مشروع يقول له تمويل لاعداد مشروعات صغيره او متناهيه الصغر، عايز عقارات او اراضي يخش له من السكه دي. فهو مش نمطي، مش المجرم مش بيخش على كل الناس بنفس الطريقة. لا، بيبدأ يصطاد زي ما حضرتك قلت كده فيشنج لكل مجموعة على حدة على حسب احتياجاتها اللي هي بتفصح بها عن نفسها. هو يعرف منين انت محتاج ايه، استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بان احنا عمالين نقول احنا محتاجين ايه طول الوقت عليها عمال على بطال.
ناس قاعده عماله بترغي وبتقول عن نفسها معلومات. صحيح. وفي واحد قاعد مستني المعلومات دي يجمعها أكيد. ويبدا يشتغل عليها. اكيد يجمعها ويحللها ويعالجها، وبعد ما يعملها بروسيسنج ويبدا يشوف كل واحد على حده يعملهم مجموعات. المجموعه دي بالكامل كده محتاجه عربيات. المجموعه دي بالكامل محتاجه تعمل مشاريع. المجموعه دي بقى بالكامل طماعين ومحتاجين اي فلوس من الهوا عشان ينصبوا علينا، فانا هبدا انصب عليه قبل ما هو يفكر في النصب على النصاب. يعني هو كده كده عارف ان هو عايز ياخد الفلوس دي ويمشي، مش هيردها له اصلا ولا باقساط ولا من غير اقساط. فبيستغل فكره الطمع بتاعه ويروح مستدرجه. طب انا مواطن طيب، امير الامراء، محتاج فلوس، عاوز اجوز ابني، اجهز بنتي، ببص على بكتب على جوجل مثلا ايه قروض. صحيح. راح مفتوح لي صفحه من صفحات الفيسبوك، احنا بنقدم القرض باسهل حاجه. انا اعرف منين انه دي مؤسسه سليمه مكتمله الاركان القانونيه وتسمح ليها الدوله طبقا لقوانينها المعمول بها بانها تقرض، او انه دول نصابين؟ تمام، عندنا حاجه من الاثنين. اول حاجه لازم يكون انا عندي كمواطن بستخدم مواقع التواصل الاجتماعي اويرنس على اعلى مستوى، عندي وعي، انا فاهم انا بعمل ايه. ودي ابسط المواطنين لازم يكون عندهم الفكر ده. هل المؤسسه اللي دخلت دي اصلا هي مؤسسه كبيره موجوده في الدوله وفي شخص منتحل هذه الصفه وحاطط اللوجو بتاعهم وبيتكلم عنهم، ولا هي مؤسسه تحت سلم اصلا غير معروفه ومجهوله الهويه وبيوهمني ان هو مؤسسه كبيره وانا ما سمعتش عنه قبل كده ولا في الاحلام حتى واتعامل معاه؟ فانا لازم اركز. اول حاجه لو هو مؤسسه كبيره وحاطط لوجو بتاع مؤسسه كبيره ومعروفه ومؤسسه ممكن تكون تخضع للرقابه الحكوميه، يبقى انا لازم ادخل على الموقع الرسمي الخاص بالمؤسسه دي اتاكد من داخل الويب سايت بتاعهم ان هم فعلا بيوفروا هذا الامر، او يخولوا ويفوضوا غيرهم من المؤسسات الاخرى في هذا الامر تحت رقابتهم وتحت اشرافهم. او الاسهل ان انا اخش على الموقع بتاع هيئه الرقابه الماليه، هيئه الرقابه اشوف اسمهم موجود ولا لا. ما لقيتش اسمهم موجود ابتعد تماما عن فكره التعامل مع هؤلاء المؤسسات. اما بقى فكره المؤسسات التانية الوهميه وغير المعروفه او المجهوله الهويه دي، لا ده من اول الباب كده انا اقفل ابعد. اجري طبعا طبعا. هو لو عايز يعمل حاجه زي كده هيعمل لي الاعلان على مواقع التواصل الاجتماعي، اعلان ممول بكام جنيه يروح يدفعهم عشان يوصل لعدد 10,000 واحد، هو مستهدف الفئه دي اصلا بالسهوله دي هيديني القرض؟ لا مستحيل. طيب انا هستاذن هطلع لفاصل، وعايز ارجع لحضرتك تاني يا دكتور على مساله بقى ايه اشهر واكثر الرسائل رواجا اللي بتيجي عن طريق الواتساب. احيانا بتيجي رسائل عاديه اس ام اس. صحيح. مثلا يقول لك انت كسبت معانا في امازون، انا جات لي رساله كده. صحيح. في امازون اي كلام فارغ. صحيح. وحاجات على الواتساب، حدث بياناتك والا الابلكيشن هيقف عندك، هيتقفل. صحيح. وفي ايميلز بتاعت انا كنت رئيس بنك مش عارف في دوله ايه وبعدين حصلت ظروف وانا داخل المستشفى، يعني في جو كده بتاع ايه يعني ماما تعبان. صحيح. فخلوني هروح للفاصل وهنرجع نكمل الكلام مع دكتور محمد حمزة، استنونا بعد إذنكم. طيب خليني أجدد الترحيب بدكتور محمد حمزة محاضرنا المتخصص في جرائم أمن المعلومات. رسائل على الواتساب، رسائل عادية على التليفون، إيميلات وما إلى ذلك، غير أن احنا دايما بنقول المواطن لو سمحت ما تجريش على الكلام ده أن كل الكلام ده نصب. بس أنا عايز النصاب أو اللص أو الحرامي ده بتوع الجرائم الإلكترونية لازم يكون في بنية تشريعية تردعه تخوفه ترعشه عشان يفكر مليون مرة قبل ما يبدأ عملية النصب. صحيح. طبعا احنا في الفترة الأخيرة عندنا عدة قوانين، حزمة تشريعات قوية جدا في مواجهة الجرائم التي ترتكب خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو الأجهزة الموجودة على الإنترنت. عندنا قانون اسمه قانون 175 لسنة 2018، ده قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. ده نزل في 2018، اللائحة التنفيذية بتاعته نزلت في 2020. في عدة مواد كتير، أتمنى وأنصح جميع المواطنين إن هم يقروه، مش بس رجال القانون هم اللي يقروه أو يختصوا بيه، لأن هو بيعرفنا إيه مسؤولياتنا وواجباتنا والتزاماتنا تجاه التكنولوجيا اللي احنا بنستخدمها عمال على بطال وطول الوقت. حلو. في هذا القانون في ماده اسمها الماده رقم 23 بتتكلم عن الاعتداء والاحتيال على البطاقات البنكيه والخدميه. اوكي. الاحتيال والاعتداء،
احتيال يعني ايه؟ يعني ان انا اجي اضحك عليك عشان اخد البيانات بتاعت الكارت بتاعك. دي اللي كانت بتحصل السنه اللي فاتت. الله ينور عليك. ودي ليها عقوبه لوحدها. دي هيتعاقب لوحدها. طب نفترض ان هو كان عنده قصد جنائي في ان هو يستولى على هذه الاموال، هيتعاقب بعقوبه اشد. طب نفترض ان هو خد الاموال دي بالفعل، هيتعاقب عقوبه اشد، سواء كان بالحبس او بالايه؟ بالغرامه. طيب في هذه الماده في مادة تانية بتكملها، الناس اللي حضرتك قلت عليهم ان هم بينتحلوا الصفة وبيخشوا يعملوا فيك اكاونتس على مواقع التواصل الاجتماعي. في مادة تانية، المادة التي تليها اللي هي المادة 24، بتتكلم عن اصطناع المواقع الالكترونية والحسابات المزيفة والايميلات اللي هي البريد الالكتروني على الانترنت للتعامل مع الناس وايهام الناس بان هم اشخاص اعتباريين او اشخاص طبيعيين. ده ممكن يجي لك ايميل من بنك كذا. الله ينور. انت شايف الايميل ادرس من بنك كذا، صحيح، ومش هو البنك، مش هو. فاصطناع هذه المواقع او اصطناع هذه البريد الالكتروني والحسابات الخاصه يعاقب عليها القانون لمجرد بس ان هو عمل فيك اكاونت. وانا بقول للشباب اللي هم بيعملوا اي فيك اكاونت حتى عشان يهزر بيه، لا، القانون انت داخل جوه القانون. لمجرد ان انت بس عملت فيك اكاونت كده فانت هتتحبس وهتدفع غرامه. طب لو عملت فيك اكاونت واسأت بقى لي بالامور اللي انت بتعملها، سواء كانت امور نصب او خلافه، هتتعاقب عقوبه اكبر. طب نفترض ان انت جيت عملت فيك اكاونت لمؤسسة تابعة للدولة، مؤسسة حكومية، لا، دي مش هتبقى حبس، دي هتبقى سجن وغرامة بتزيد عن 300,000 جنيه. فالمشرع المصري هنا مقسم لك، والله لو انت نصاب صغير فانا هجيبك في عقوبة قليلة، نصاب كبير فانا هعرف اجيبك في عقوبة اكبر. فالقانون دلوقتي بيحجم. ده قانون رقم واحد. قانون رقم اتنين، عندنا قانون اسمه 151 لسنة 2020. قانون 151 بيتكلم عن حماية البيانات الشخصية، وقد أفرد المشرع في هذا القانون مادة خاصة بالبيانات الشخصية الحساسة. ما هي البيانات الشخصية الحساسة؟ عدة بيانات من ضمنها البيانات المالية. يعني أي حاجة تخص كارت الائتمان بتاعك أو المحفظات الإلكترونية اللي على موبايلك أو أي شيء يخص التعامل في وسائل الدفع غير النقدي، وأنا جيت عشان تفصح عن هذه البيانات والمعلومات، تتحبس. حتى لو كان اللي عمل كده شخص مخول للقيام بهذه الأمور وله الحق في ذلك، ولكن تجاوز حدود سلطته في أنه هو ينصب عليك، والعقوبة فيها تصل لخمس ملايين جنيه مع الحبس والسجن. غير قانون العقوبات المصري طبعا، في مادة النصب، مادة 336، كان بيتكلم عن النصب بكل الطرق، سواء كانت طرق تقليدية أو الطرق عبر وسائل مواقع التواصل الاجتماعي، في أنه هو يوهم الناس ويستغل حاجتهم للأموال، أو يوهمهم بمشاريع وأنه هو يستثمر أو يخش معايا في مشروع، أو إن المستريحين. المستريحين الإلكترونيين بقى الجداد دولت. مستريح إلكتروني؟ طبعا، ما كل دولت مستريحين إلكترونيين. احنا خلصنا المستريحين العاديين، خلاص اللي هو ما خلاص بقى بتاع انا عندي مزرعة مواشي، تعالى بس حط بتاع الآثار وبتاع الكلام ده كله، وابن عمك عايز حتة الأرض دي ادمت خلاص. خلاص بقى احنا دلوقتي هنخش في حدث بياناتك واديني بياناتك. أي حد يحصل على أي بيانات بدون موافقتك، موافقة صريحة ضمنا لهذه القوانين ووفقا لها والضوابط المشرع قال عليها، حبس وسجن وغرامات تتخطى الاموال اللي بتحطها. طب ايه احدث انواع النصب اللي حاصله دلوقتي؟ احنا عندنا في مصر بيفننوا، هم عبقره بصراحه، يعني بيفننوا في عبقره في المطلق. مع ان النصب الالكتروني مش بس مقتصر على مصر. انا عايز اقول لك سنه 21، من سنتين بالظبط، في الولايات المتحده الامريكيه عمليات النصب الالكتروني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وصلت للمواطنين اللي في الدوله اكتر من 95,000 مواطن. خسارة 770 مليون دولار في السنة دي بس. عارف لو جيت قارنتها بسنة 2017 هتلاقي 18 ضعف الخسائر. انت متخيل مدى تطور التكنولوجيا الحلوة مع مدى تطور الجريمة اللي بتحصل عليها؟ طيب هم هناك كانوا بيعملوا ايه؟ بيستثمر مشروع تخش معايا فيه تكسب من وراه فلوس، يقول لك ان احنا عايزين نعمل تسويق الكتروني والكلام ده كله. في مصر بقى تيجي تلاقي صفحات السحر والشعوذة والدجل، والله انا هفك لك السحر، انا هشفيك بالسحر، وانت تحول لي مبالغ مش عارف ايه، العملات الافتراضيه المشفره زي البيتكوين وخلافه، ان انا اديك اموال عملات اجنبيه بعائد اكبر، او ان انا هديك فلوس اكتر من اللي هيديها لك البنك، هعمل لك مشروع، حاجات كتيره جدا. امبارح على تيك توك شفت واحد بيبيع خاتم سليمان. والله العظيم انا ما بهزر، امبارح واحد عارض والله العظيم الراجل عارض خاتم سليمان، جايب خاتم نحاس قذر كده، يقول لك ايه خاتم سليمان اهو اللي هيحط 5 مليون على الترابيزه. 5 مليون اللي هو انا معايا خاتم سليمان، يبقى انت معاك خاتم سليمان 5 مليون. ايه انت تافه،
ايه الرقم التافه ده مع خاتم سليمان ده تعمل كل حاجه والله العظيم وناس بقى تخش له ما يتهزوش ما ينفعش اربعه تهز ايه وعايز اقول لك يا عم ده لو خاتم سليمان روح اديله 5 مليون واخلص صحيح صحيح طيب صحيح لان الموضوع بقيه الجرائم الحديثه اللي موجوده عندنا طبعا فكره توفير القروض ان انا هوفر لك قرض زي ما الشاب المحترم اللذيذ اللي كان بيكلم في تقرير وقال لك هنا لو معايا فلوس كنت انا هحتاج لقرض عشان اديك فلوس عشان تديني مكانها فلوس يعني صحيح يعني الامور غريبه انا هديك قرض ب 100000 جنيه مثلا عشان انت تردهم لي 110 120000 جنيه تيجي تقول لي هات 700 جنيه يعني انا مش فاهم يعني فكره ان انا لازم من البدايه اكون عندي وعي الوعي التكنولوجي والأمية الرقمية لازم تمحو عندنا فكرة الاستخدام بدون الاستخدام العشوائي لمواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت والكلام ده كله لازم تتغير لازم يكون في وعي قبل البنية التشريعية وقبل البنية المعلوماتية وقبل حماية أمن المعلومات المواطن لازم يكون عارف هو قاعد هنا بيعمل إيه أنا بيقلقني ساعات إنه نلاقي قانون يعني مثلا واحد يعمل صفحة ولا يعمل فيديو زي بتاع خاتم سليمان ومش عارف وحاجات زي كده هو ده هعرف عاقبه هو ممكن ما يكونش خد مليم من بني ادم صحيح بس بناء على اللي عمله ده يوم ما هعاقبه هعاقبه بايه بجريمه غش تجاري انه اضفى صفه غير حقيقتها على شيء ما خاتم قذر جدا وقال انه ده خاتم سليمان يوم ما هعاقبه هقول ده راجل بيكذب عشان عاوز يقول انه ده خاتم سليمان وده مش خاتم سليمان بس خلاص وفقا للقانون لمجرد عرضه الى شيء غير منسوب لحقيقته وان هو عايز يتحصل منه اموال تعد في حد ذاتها عقوبه لا هو استهتار ولا هو استهزاء عقوبه رادعه طبعا لازم يتعاقب لان ده لو ما تعاقبش هتلاقي واحد تاني يوم بيقول لك انا هبيع الهرم الاكبر واحد بقى ده في بقى مثلا بياعين الزئبق الاحمر دول على قفا من يشيل صحيح صحيح وفكره اللي منتشر بقى بكثره في الوقت ده فكره ان انا اقول لك ايه انت زي الرمال البيضاء والتطبيقات الجديده اللي انت تحط لي دلوقتي انت هتديني نسبه معينه من فلوس سنويه هتديني مثلا 1000 جنيه 2000 لغايه 6000 جنيه انت بتدفع مقابل ان انت هتعمل اللي انا هقول لك عليه من مهام داخل هذا التطبيق يعني هديك فيديوهات تعمل لي عليها فيو تعمل لي عليها لايك تعمل لي عليها كومنت ولو عملت ال 50 مهمه اللي انا هديهم لك في اليوم فانت هتتقاضى شهريا 8000 جنيه يعني انا هدفع لك 6000 جنيه في السنه عشان كل شهر تديني 8000 جنيه ده معقول طبعا في ناس كتير راحت ودفعت وفي الاخر جم يفتحوا البيج مش موجود البيج خلاص. مش موجود البيج ومن اصعب الحاجات اللي بتواجه الجرائم الالكترونيه او جرائم امن المعلومات في مصر ان هذه الجرائم جرائم عابره للحدود يكاد يكون الجاني في دوله والمجني عليه في دوله ثانيه لذلك الحذر ثم الحذر ثم الحذر من التعامل مع اي شخص مجهول الهويه على السوشيال ميديا طيب لو انا النهارده يعني انا كنت يمكن بتفرج كنت بحكي لك من كام يوم على مساله السايبر سيكيورتي وما الى ذلك فكنت بتفرج على قناه من قنواتنا يعني وكان فيها برنامج لطيف جدا وكانوا مستضيفين احد العقول المصريه اللي بيشتغل في هولندا مسؤول عن الفريق الكامل بتاع امن معلومات هذا البنك وقال جملة مهمة جدا وخطيرة جدا قال مسألة اختراق البنوك أصبحت كتيرة جدا وأسهل بكتير من زمان وفي بنوك أوروبية كبيرة تم اختراقها والاستيلاء على أجزاء من أموالها أنا أخاف ولا ما أخافش طيب احنا عندنا هنا في شق مهم جدا عايز اقول لحضرتك احنا عندنا مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في وزارة في رئاسة مجلس الوزراء بينزل تقرير حلو قوي اسمه تقرير الامن السيبراني بينزله كل سنتين اخر تقرير كان نازل منه لو انت قريت التقرير ده هتلاقي ان اكبر شركات التكنولوجيا في العالم بما فيهم الشركات التي تؤمن المعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي تم اختراقها فده ان دل على شيء يدل على ان كل ما هو رقمي هو غير امن كل ما هو رقمي هو غير امن لازم اتعامل معها بشكل يعني يفوق ذكاء الحرامي او النصاب او المتعامل معايا ضد الناحيه الثانيه بالنسبه للعقول المصريه اللي حضرتك بتقول عليها احنا عندنا عقول جباره دكتور حاتم زغلول هو من ساهم في اختراع الواي فاي في العالم كله طبعاً. بيستفيد بيه دكتور زغلول اللي حضرتك بتقول عليه رئيس تيم أو كبير الفريق اللي بيامن الامن المعلوماتي في البنوك اللي موجوده في جهات يعني يغلب عليها الطبع التكنولوجي طول الوقت واحنا بنستورد منهم التكنولوجيا فاحنا عندنا عقول جبارة يجب ان نستغل هذه العقول من بداية من الاطفال والشباب
دلوقتي عشان لما يكبروا نعرف نستفيد منهم في اولا حمايه امن المعلومات عندنا، ثانيا في التطور التكنولوجي اللي احنا شئنا ام ابينا دخلنا جوه المربع ده مش هنخرج منه. طيب من ضمن الحاجات اللي انا شفتها في الحلقه انه كان يعني كان بيقدمها زميلنا وصديقنا العزيز احمد فاي، انه المهندس او العقل المصري اللي موجود في هولندا قال انه ترتيب المصريين على مستوى العالم في هذه الامور تقريبا رقم 2، وانه العالم بيعمل لنا وزن او مدلنا حقيقي حجم كبير ومهم ومعمول لنا 1000 حساب كعقول مصريه. هنا ده بيخليني بقى اسال، ده معناه ان احنا ممكن نوجه ولادنا للنوع ده من الدراسة؟ صحيح. نقول لهم اشتغلوا على نفسكم في ده وابدأوا ادرسوا الكلام ده، لأنه العالم أصبح في أمس الاحتياج للنوع ده من الدراسات. صحيح، لأن الدراسات ما بقتش مقتصرة بس على الجرائم، الدراسات دلوقتي في ظل التحول الرقمي وتحولات الدولة والحكومة الإلكترونية أصبح كل شيء دلوقتي رقمي. الفلوس اللي أنت بتدفعها دلوقتي بتدفعها إزاي؟ على المحفظة الإلكترونية وتستقبل في المحفظة الإلكترونية. الأوراق الرسمية اللي أنت بتقدمها إزاي؟ الفواتير اللي أنت بتدفعها للخدمات الحكومية بتدفعها إن التعليم دلوقتي أصبح التعليم عامل إزاي؟ أونلاين. فكل شيء أصبح رقمي. فلو إحنا مش هنتعامل مع التكنولوجيا دي بحسم، وأنا قاصد إن أنا أقول حسم في إن هي مش هزار ولعب وبابجي وواحد يخش يعاكس واحد على الانترنت، واحد يعمل فيك اكاونت عشان يخش يشتم مش عارف مين على والابتزاز الالكتروني وكل الامور دي امور، يعني انا حاسس ان احنا لو ما طلعناش للعقول دي واستغلناها هننقرض. يعني بعد 20 سنه الاطفال اللي عمالين يعملوا ببجي والعاب طول الوقت ما بيعملوش حاجه غيرها وما بيتعلموش، والشباب اللي بيعملوا تيك توك وعمالين يترقصوا قدام البتاع عشان تريندنج او عشان حاجه زي كده، تعالى بعد 10 15 سنه كده شوف بقى مين اللي هيبقى بيقود الدوله دي حسب توجهات بقى سياده الرئيس اللي عمال يقول لك ذكاء اصطناعي، عمال يقول لك تحول رقمي، عمال يقول لك بلوك تشين، عمال يقول لك امن سيبراني، عمال يقول لك امن معلوماتي، وبيوجه وزاره الاتصالات بتعمل لك مبادرات سواء كانت دورات مجانيه وبتاخد عليها شهادات، انت عايز ايه اكتر من كده؟ يعني كل الكلام ده الدوله عماله تساعدك في ان انت تروح لده، انت ايه اللي حبسك في السكرولنج على الفيسبوك عشان تتفرج على حاجات ناس ثانيه؟ يعني انتج، مش هنفضل مستهلكين طول عمرنا. صح صح، الله ينور. عايز اشكرك جدا 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 حبيبي. وسعيد جدا ان احنا تقابلنا النهارده وان شاء الله تبقى الجايات كتير. أكيد يا رب. أكيد في الخير، مش هيبقى في مشكله ولا حاجه بس عشان نتكلم اكتر ونفهم اكتر. كل الشكر لضيفنا العزيز الدكتور محمد حمزه المحاضر المتخصص في جرائم امن المعلومات والامن السيبراني والتحول الرقمي. خلصت الحلقه لحد كده، ثواني اكون موجود معاكم. رجائي رمزي، رجائي داخل هناك اهو داخل علينا، وانا بقى لو كلنا العمر باذن الله هنقابلكم يوم السبت وبرنامجكم التاسعه. سلامات.